أنقذوا أنفسكم، أنقذوا بناتكم وزوجاتكم، أنقذوا محارمكم قبل أن يفجأكم من غضب الله ما لا تطيقون. والله لو خرج واحد ممن قبلنا بعشر سنوات ثم نظر إلى نسائنا لوجد الفرق بعيدا بين النساء في ذاك الوقت وفي هذا الوقت القريب. تغيرت الأمة، تغيرت الأزمنة، تغيرت الملابس، كل ذلك بسبب التفريط وعدم المبالاة وعدم قوامة الرجال على النساء وعدم قيام الأمهات على بناتهن. إذا نشأت الأم بناتها الصغار على العري، على ملابس السوء وملابس الفتنة، فكيف ونشأت البيوت على هذا، فكيف يرجى للأمة حينئذ، يرجى لها مستقبلا طيبا سالما من الفتن؟ إذا سمحنا للفتن أن تدب إلينا تدخل بيوتنا ومجتمعاتنا هلكنا جميعا. فإن الله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن المعاصي والمنكرات إذا ظهرت ولم تغير فإن العقوبة تعم الجميع، الصالح والطالح، الطالح لأنه عاصي والصالح لأنه لم ينكر ولم يقم بما أوجب الله عليه، فتعمهم العقوبة والعياذ بالله. علينا أن نتقي الله. اتقين الله أيتها النساء، تواصينا بالحق، تواصينا بالصبر، اصبرنا على الفتنة، لا تنسلخنا مع من انسلخنا من الفاسدات ومن النساء المستغربات ويقولون هذا تشدد وهذا تنطع وهذا إلى آخره، هذا تحجر. يصفون الإسلام بهذه الأوصاف، يصفون من يتمسك بدينه بهذه الأوصاف، لكن علينا الصبر وألا نلتفت إلى هؤلاء ولا إلى مقالاتهم، بل نتمسك بديننا وأخلاقنا حتى نسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. يا أيها النساء اتقين الله، اتقين الله، اتقين الله في أنفسكن وفي بناتكن وفي من حولكن، اتقين الله، أنقذنا المجتمع من عقوبة محدقة إلا إن رحمنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.